هنبتدي مع بعض الأخبار اللي معانا. المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء قال إن الحكومة تسلمت امبارح 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، وبكده تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعلي. امبارح كمان المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على الفيسبوك مجموعة من الفيديوهات بعنوان ويبقى الأثر، وده إحياء لذكرى يوم الشهيد اللي هيوافق يوم 9 مارس من كل عام، ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها تصريحات المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الحكومة المصرية تسلمت امبارح 5 مليار دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر، وبكده تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعلي. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك عدد فيديوهات توعوية بعنوان ويبقى الأثر إحياءً لذكرى يوم الشهيد اللي بيوافق يوم 9 مارس في ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق واللي استشهد على الجبهة، وبتقوم وزارة الدفاع بإحياء تلك الذكرى عبر عدة مسارات بتظهر عظمة ما قام به الشهداء المصريين. امبارح قامت وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الخدمات الطبية بتخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع خلال شهر مارس لتوقيع الكشف الطبي على السيدات المترددات على العيادات الخارجية في جميع التخصصات الطبية بمستشفيات الشرطة، مع صرف العلاج اللازم ليهم بالمجان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية وعيد الأم. وداخل الفترة المسائية بداية من الساعة 5 مساء حتى الساعة 8 مساء يومي 1 و 8 3 2024، وبداية من الساعة 8 مساء حتى الساعة 11 مساء أيام 15 و 23 و 29 3 2024. امبارح أفادت بيانات إدارة معبر رفح إنه جاري دخول 120 شاحنة مساعدات إغاثية منوعة من الجانب المصري للجانب الفلسطيني في طريقها لقطاع غزة، كما يجري استقبال 43 جريح ومصاب والمرافقين ليهم، واستقبال 300 مسافر من القادمين من غزة و80 مصري عائدين للأراضي المصرية و57 من حملة جوازات أجنبية في طريقهم لبلادهم. أيضاً بيواصل مطار العريش بشمال سيناء استقبال طائرات تنقل مساعدات لقطاع غزة واللي بدأ هبوطها يوم 12 أكتوبر الماضي ولا يزال يتواصل يومياً. وصل إجمالي عدد الطائرات اللي وصلت لمطار العريش بشمال سيناء ل 622 طائرة نقلت مساعدات لغزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي تسلمها الهلال الأحمر المصري وأعاد نقلها من العريش إلى قطاع غزة.